أنا أحد المصابين بمرض غيلان امبارح الذي يقتل الأطراف السفلية، طبعا يشلك من الحركة. تعالجت عند الدكتور ربيع العزاني والشخص حالتي وقرر لي الإبر المناعية، وتعالجت والحمد لله تحسنت، ودخلت طبعا مركز رعاية وتأهيل ومارس العلاج الطبيعي والحمد لله تحسنت. تبقى لي الرجل الشمال، طبعا ما زال العضلات والأعصاب حق الرجل يعني أعاني منها. أتوكأ باكورة عشان أستند عليها، لأنه الرجل الشمال العضلة ما أقدرش أوقف عليها تماما. هذا المرض يقتل أطرافك السفلية، يشيلك من الحركة، ما يعضي بالعضلات، يعني يقيدك تماما. كثير من هذا الأمراض، كثير من الأمراض مصابين بهذه الحالة. هنا نفتقر، ما فيش حد يقدر يشخص المريض بهذه الحالة. في تعز يتواجد الدكتور ربيع العزاني وعارف المخلافي، طبعا هم اللي يشخصوا الحالة هذه، ولكن الحمد لله أنا سعفت نفسي أسرع وقت عند الدكتور ربيع العزاني ونصيحة أحد الأصدقاء، وشخص حالتي وقرر العلاج وعلاقتي